أمي هذه. هذه الإنسان موسوسة والشيطان يلعب بعقلها. والله الشيطان اللي لعب في عقلك أنت يا حقير. لا لا يا ريما، في حدود. هذا زوجك وابن عمك ولحمك ودمك. عم يعمي عيونه الطويلة، يبا هذا رايح حريم، هذا قليل أدب، يبا عينه زايغة. أنا خلاص معدبي يبا معدبي، مو بغصب. الوساوس هذه من قلة الصلاة. أنا ما أصلي؟ سامع يبا؟ أنا ما أصلي؟ تبي تكفرني؟ بس صلاة الفرض، هذا اللي شفتك تصلينا. والله زين من اللي يصلي، صلاته ما تنهى لا على الفحشاء ولا على المنكر. كذابة بوجهك. والله أنت اللي كذاب. هذه يا عمي مريضة ذي، هذه تقع عليه. والله أنت المريض. أنا خلاص اسكت. هلا والله ما يستحون. أخ ثامر دقيقة لو سمحت. دقيقة طال عمرك. وش تنصحني طال عمرك؟ طلعهم ذول قليلين أدب. طيب تفضل اشتري. راشد انت وريما سمع. أنا ما أقبل إطلاقاً أنه علاقتكم تكون بهذا المستوى الدنيء والصراح حقكم وحركاتكم، ولا أقبل المشاكل هذه في بيتي. تفضلوا برا. ها عمي؟ تفضلوا برا. يبا متأكد؟ شيلي عبايتك وانقلع انت وياه برا. يلا انقلع انت وياه. تفضل برا. يبا ما بي. طيب أقول انقلعي برا. يلا برا. ما بي سراق ما يستحي أصلاً. فمن ما تعتقد انه ربما نكون قاسين في الرأي اللي انت قلته مع ال... والله يبا الحق عليك لازم تتعلم ان الحزم والشدة وقت الحاجة حكمة. انت اللي لازم تتعلم كيف تحترم ابوك يا قليل الادب. انقلع يلا برا. انقلع يلا. اباء اليوم غير واحد لمتى؟